بعد ما شرنا موضوع فشل جماعة جبار مهنا في كل عمليات يحاولوا يقوموا بها في الخارج، طبعا كان في ردود أفعال صح على من جهة كانوا يعني يقول لك راهو أضحوكة كل الأجهزة الأمنية، وجبار منا صاب روحه في مواجهة عدة خصوم. اليوم خصومه ظهر بان، الخصم تاعو الأول علي يحيى والحاج اللي راهو في الحرب مع هوام الزهوام، جنرال ماجور عبد الزهوام، راهو ثاني مع جبار منا في يعني حرب كبيرة ما يتلاقاوش كبيرة ما بين جبار مهنا وقائد دار الحروب. مدير الأمن الداخلي جنرال مجدوب كحال نفس الشيء، ما يتفاهمش معاه وصاير معاه في يعني وضع عدواني بيناتهم، وضع عدواني. وعلاش؟ لأنه جبار مهنا ما يعرفش حدود، يحب يسيطر عليكم، شو كان ينتظر أن يكون هو المنسق بين مختلف الأجهزة الأمنية ويعاود يشكل الدائرات كما كان دائرها توفيق، وما فلحش فيها، ما مشاتلوش، ما كبتلوش. كان معول يعدي جنرال دو كوردارمي، معول يعدي جنرال دو كوردارمي، كان يعني كيف كيف ما كانش. ومع مدير الأمن الداخلي السيد يستغل في مركز عنتر اللي على راسه عبد القادر حداد، مجرم مجرم أكبر مجرم عرفته البشرية، جنرال تاع الكاشيات، هذا هو الجيش الجزائري يا ناس، كاشيات ومهلوسات والآخر. هذا ناصر الجن كان في أمن الجيش، ودونك مجرم من عصابة المجرمين، يتفاهموا هو جبار، وبالتالي يخدم مع جبار ويتجاهل مدير الأمن الداخلي. والشيء اللي يدير فيه جبار هو على أساس أنه هو مدير دائرة مكافحة الشغب ومكافحة لا سوبفيرسيون وكذا، هذه الأولى اللي مدوره قبل ما يكون مدير الأمن الخارجي، وبقى متشبث بها ويا ما تكزيستي ما والو، بقى متشبث بها إلى درجة أنهم يحولوا تسمية مركز عنتر اللي كان مركز رئيسي للتحريات حول العمليات في الجزائر، ولا مركز محاولة التخريب، مركز محاربة التخريب تاع دي جي ال اس اللي كان دايرها. دونك كلش اللي راهو يدير فيه يخلي مدير الأمن الداخلي يدخل معاه في صراع، هذا ماهوش باين، ولكن مدير الشرطة بن شيخ فريد نفس الشيء في حرب معه، حرب كبيرة معه، يعني راهو وحده فينا. والشيء اللي راهو إلى حد الآن خلي الناس تنتظر ماذا سيكون موقف تبون من الشيء اللي قام به جبار مهنا ضد تبون، وتبون على بالو به. تبون لما جابوا له المحتوى تاع
تليفون اللي تنحال الجرد لندن في باريس بعد ما ضربوه ونحاولوا سروالو بال فيه وكذا بال على سروالو ونحاولوا سروالو داو تليفونو تليفون هذاك وهو قال في المكان على بالو بلي مشى عند الشرطه. الشرطه بطبيعه الحال ما يفتحوه في تقرير يطلع رئاسه الجمهوريه. رئيس الجمهوريه رخيص نقولها ونعاود عبد المجيد تبون انسان رخيص فاشل جبان ما عندوش جرأة باش يتخذ موقف ضد واحد خارج له عدو ويحرش عليه في الناس في الخارج. حرش عليه الناس في الخارج لو كان جاو الناس أموال أذكياء. شوف عصابة العصابة زعما إعلامية عطلي عبدو السمار وجرد لندن ورد في نزار وكارلوس هذه مجموعة كلهم ويسوق فيهم من زير حسين بولحية. هادو ناس قبل كل شيء هذا حسين بولحية هذا كارلوس وبالوثائق ها بالوثائق درك نجبدوها على الاخر هذا كارلوس اي تفتيس جاهيد مره جاهيد مره كارلوس محمد اي تفتيس. المهم هذا مرته هربت له معاه البرتغالي ومن بعد كي ولات ولات الطفله هو قالها في محضر الشرطه هربت له مع واحد البرتغالي ومن بعد كي رجعت رجعت الطفله ما ركبتها على اسمه حسين بولحية نفس الشيء مرته هربت له وبدا منا ورخصاته الجد لندن يحيي وريتها لكم مكتوبه وثيقه مكتوبه مرتو هربت له عند ذاك الدايوث كريم مولاي مع بنتها ومركات له بنتها مركات على اسم كريم مولاي والاخر ساكت. شوف الدايوث من الناس اللي ما عندهم نشاط لا دين لا مله عندهم مبدا هذو هما العناصر اللي يعتمد عليهم سي جبار معنا هما العناصر اللي يعتمد عليهم جبار منا باش يدير بهم عملية في الخارج واش العملية تاعو يقتل هشام عبود ويطلب يسلموا له أمير دزال ويقتل فرحات مهني هذا وفاشل فيهم ويعمل الآخر حركة انفصالية في الريف المغربي هذا وفاشل فيهم كامل فاشل إن هو المستوى التعليمي والثقافي تحت رونجرز بالبزاف يعني. شو رونجرز تحت رونجرز نيفو تاعك تدي المدير من خارج النيفو تحت رونجرز ما با نيفو أردواز ما با نيفو أردواز هذايا كي تشوفوا هذا مدير امن خارجي يعني تقول عليه مدير امن خارجي عيب 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 تحط تقول هذا مدير امن خارجي عيب واليوم راهو داير حرب مع الناس كامل بما فيهم رئيس الجمهورية اللي ما قدرش يتخذ موقف قال ايه حاولوا للحبس يديه الحبس المفروض يديه للسجن يرجع للبليدة يعاود يرجع يشتري كود بو والكالسون ويشارك الروح ويقابل الحيط ويهدر في واحد راجل ما قدرش ما بقى يحبس الكاتب الخاص تاعي ما قدرش يحبس تبون ما يحكمش في روحه ما يحكمش في روحه رحت كان راح لفرنسا قالوا له ترجع من الطريق رجعوه رجع شلي هذا تبون فوالا هذا وضع سي جبار
في مفرده في مواجهة يعني زملائه من الجيش كما ذكرنا قائد دار الوطني مدير الأمن الداخلي مدير الجيش مدير الشرطة زاد التبون غادي يستناو التبون يتاخذ موقف قال عاوز عليك نحي عليك لا التبون يخاف لأنه درك الشنقريحة نتأكدوا من المعلومة ونقولوها لا الشنقريحة راهو حاكم جبار نتأكدوا من المعلومة كنت كنا نقول إلى هنا ينتهي اللايف تاعنا نتقاعد في انتظار رسائلكم وفي انتظار ردود أفعال الإخوان اللي يتابعونا تحية طيبة لكم ربي يقدر الخير بلادنا ربي بعد عليهم الحرام وربي يعجل برحيم إصابة المجرمين السلام عليكم ورحمة الله